الخير. كل شيء في الحياة حكمة، ما في شيء يعني يوجد عبث، وللأزمات حكمة، ولكل أزمة وجه ضار وآخر مفيد. تأتي الأزمات علشان تقول لنا أن إحنا كنا بخير لما تعاملنا مع بعض منغصات الحياة الصغيرة باعتبارها أزمات. اليوم أعتقد الأغلب صار قادر أنه يفرق بين المزعج والخطير. عموما حبيت أذكركم أن من عمر الأرض ما في أزمة استمرت، كل الأزمات أتي وتروح، وأزمة كورونا يات وبتروح، لكن ليكن مرورها مرور الكرام، لابد من وقفة نتأمل فيها الدروس، لأن الاستفادة منها بتخلينا أقوى في المستقبل. حياكم الله في الرأي. تباعدنا قليلاً اليوم يحمي أحباءنا، أطفالنا، كبارنا والأضعف فينا. تباعدنا هو تكاتفنا معاً كفريق واحد في وجه كوفيد-19. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ الأمومة، لهفتي وسعادتي وأنا أشوف ولدي يكبر قدام عيوني. لكن لهفة وسعادة أي شخص ممكن تنتهي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا مخالد وهذه طفلي الأول، وبالعادة الأطفال ما يكون عندهم إدراك كافي لحمايتهم، واجبنا إحنا نحميهم. حياتهم حق، عاملها كأنها حياتك. مشاهدينا الكثير يتساءل شلون نعيش بهدوء نفسي في ظل هذه الجائحة اللي واجهها العالم اليوم. أخبار من حول العالم على مدار الساعة من كل مكان عن آخر مستجدات الفيروس، وهالشيء من الطبيعي أنه يزيد الضغط النفسي على الفرد وبالتالي الأسرة، خصوصا مع الالتزام بالحجر المنزلي. أصبحت الحاجة الملحة الآن كيف نحافظ على هدوءنا النفسي والروح الإيجابية. شلون بنعرف؟ من خلال ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة موزة سالم، استشاري أسري ومدرب معتمد في المهارات الحياتية والزوجية. مساء الخير أستاذة، وشكرا على وجودك معنا. الله يسلمك. أنا يعني سعيدة أن أنا أكون معاكم اليوم في هذا اللقاء، إن شاء الله يكون يعني لقاء مثمر إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. يعني شلون اليوم إحنا في ظل هالوضع، الجائحة والجو المتوتر، شلون نقدر نحافظ على هدوءنا؟ شلون نقدر نحافظ على إيجابيتنا، على استقرارنا النفسي؟ الهدوء النفسي أو بالأحرى الوضع السلبي اللي إحنا فيه، هاي الشيء يعني إحنا فاقدين السيطرة عليه. نعم. لكن إحنا نقدر نسيطر على هدوءنا إحنا، وبعد هذا الهدوء ما بيجي من يعني بيوم وليلة، يعني الإنسان يسعى ويدرب نفسه علشان هو يكون يعني مسيطر على مشاعره، مسيطر على أفكاره. الظروف اللي إحنا نمر فيها موقف،
الموقف يولد عندك شعور، الشعور يبدر منك سلوك. صحيح. والسلوك يصير منا موقف وفكرة وشعور وبس، وندخل في هذه الدائرة. إذا هذه الدائرة أنا ما قدرت أسوي لها كنترول، أفقد أنا هدوئي النفسي وأفقد هذا التوازن. زين، أنا بقول لك تجربتي مع بداية انتشار هذا الفيروس. جميل، ومن خلالها بنعرف شلون نسوي كنترول. أي نعم، يعني أنا مدرب وقاعدة أعد منهج، فالكل قاعد يسأل موزة وينك أنت في هذه الفترة، شنو راح تقدمين؟ قلت لا لحظة، إحنا قاعد نمر بتجربة العالم كله يمر فيها، فوضع صعب، فلازم إحنا نحافظ على هدوءنا. نعم. إنزين، فيها دروس مستفادة، فليش تمر هذه التجربة أو المحنة بالأحرى من غير منح؟ أنا ما استفدت منها شيء. فأول شيء سويته الصمت. الصمت يعني أن أنت توقف كلام. صادني موقف مثلاً الصبح، جيت وسالفت معه، قلت لك والله يا أخوي ترى صادني موقف اليوم كذا وكذا وكذا. فأنا لما بعيد الموقف راح أجيب المشاعر اللي تخزنت معه. صحيح. فأنت راح تتعاطف معاي، بتقول لي لا وموزة كذي صار لك واستوالت. إنزين، خزنت الموقف بالأبديت الجديد. إنزين، برد البيت بسالف مع أختي وأقول لها السالفة مكان ما وقفت، فبعد هي راح تزيد. فأنا تعلمت وأنا مريت بتجربة طويلة علشان إن أنا أوصل إلى هذا الهدوء. هو منهج، فأنا طبقته. أنا حتى في الاستشارات أي يعني أي عميل أو أي شخص ياخذ الاستشارة من عندي، ما أقول له سوي شيء إلا أنا مطبقته، عارف النتائج هي شلون بتكون. فمارست الصمت علشان أنا أوقف الفكرة. مجرد توقف الفكرة راح نوصل إلى مرحلة الهدوء. مع الصمت يكون عندي تنفس، لازم أتعلم التنفس عشان أوصل إلى مرحلة من الاسترخاء. هي التمرين تأخذ نفس مثلاً 4 عدات، تحبسها عدة وتزفر ب4 عدات. هذا الشيء يخليك أن أنت مسترخي. صحيح. لأن المشاعر لما تكون مثل الواحد يكون حاد الطباع وعنده مرحلة غضب، يكون التنفس سريع، يكون التنفس من فوق. فإحنا نبي يكون التنفس من البطن. فأنا لما يكون عندي هاي التنفس راح أقدر أحافظ على هدوئي وتنفسي. صمت، تنفس عشان أقدر أوصل إلى مرحلة الاسترخاء. لازم نتعلم نشرب ماء، لازم نتعلم نكون على وضوء علشان نكون هادئين. آخر مرحلة القبول، أمر رب العالمين. أنا ما أقدر أعترض، مدام أنا انحطيت في هذا الموقف معناته فيه خير، فيه حكمة. شنو هي الحكمة؟ أنا ما أعرفها، لازم أنا أعيشها وأتقبلها علشان أقدر أشوف. لو الحين أنت تكلمني وأنا مشغولة أقول لك كمل، أنا أسمعك. ممكن أنا أسمعك لكن راح أفقد الكثير من لغة الجسد، لأن أنا كوني أنا مدنعة وأنا أشتغل. فتميت في هذه اللحظة أو في البداية، يعني يمكن أنا بديت أحرك يمكن من أسبوعين أو أكثر بشوي، اللي بديت أرد أنزل تسجيلات وتكون عندي أستقبل استشارات. نعم. حسيتني الحين أنا امتلأ الكاس عندي، أقدر أعطي. نعم. في هذه المرحلة أنا بهذه الخطوات حافظت على الهدوء. يعني هي تمارين بسيطة. بعدين أستاذة في شغلة مهمة، يعني في حقيقة إحنا لازم نتأملها شوي، لأن أيضا التأمل يلعب دور في ذي الجانب. نعم. قلنا في المقدمة إحنا من عمر الأرض ما في أزمة استمرت. اي نعم. كل أزميات وعدت، وهذه الأزمة بتعدي. اي بإذن الله. وأي أزمة، أي شيء ينوجد في هذه الدنيا له حكمة، والأزمات لها حكمة. أكيد. ولها وجه أيضا، ما بنقول مشرق لكن هو مفيد. صحيح، تتفق معي؟ طيب احنا ننتقل لمحور ثاني مهم أيضا، الأخبار. كم من الأخبار اليوم نتلقاها، وأخبار متضاربة بعد، وايضا هي بدورها تسبب مصدر قلق وتوتر، شلون نتعامل مع هذا الموضوع؟ مدام انا وصلت الى مرحله من الوعي وعارفه انه ممكن يصير عندي اضطراب نفسي او يختل عندي التوازن، معناته انا اختار اسمع ولا ما اسمع، اطالع ذي القناه ولا ما اطالع ذي القناه. مثلا احنا نطالع قناه البحرين، البرامج متنوعه فيها. نعم. مثلا هاي الفقره اللي احنا قاعدين نتكلم عنها، تكلمنا احنا من قبل، جات فقرة أخبارية
الحين شلون نتعامل بهدوء وشلون احنا نمارس حياتنا. احنا نحتاج هذا التوازن. اما انا اقعد عند التلفزيون وافر من محطه الى محطه، لا، يعني انا لازم اكون لطيف بنفسي. قلت هالكلمه من قبل، انا لازم اوصل الى مرحله احبني. انت لما يكون عندك طفل تحبه دائما تحب تقدم له الافضل. لما انت تحب نفسك، وانا احب كلمه احبني، احس بها دائما، اقدم لها الاحسن. دام انا احبني لازم ابعدني عن الاخبار اللي راح تسبب لي توتر، ارتفاع في الضغط، وايد من الامور اللي احنا راح. فلازم يكون عندي اختيار. يعني انا وحده عن نفسي ما اتابع الاخبار، عندي وحده من هلي ما شاء الله عليها. زود، حبيت ان انا يعني انا بعد خليني اضيف على كلامك، اذا احبني انا بلتزم بالمصادر الرسميه المعتبره مثلا. اي نعم صحيح. نقدر نقول كذي. اي نعم، هذا انا اقول لك، انا وحده من هلي متابعه الاخبار، فصار هي المصدر الرسمي الوحيد عندي ان اخذ الاخبار اول باول من عندها. يعني اذا كان ولا بد احنا نقول، هو طبعا يفضل الابتعاد عن الاخبار. نعم. لكن ايضا احنا مهم ان احنا نتواصل مع الجوانب التوعويه. واذا كان لابد من الاستماع الى الاخبار او متابعه الاخبار، فركز على الجوانب الرسميه. بالنسبه حق الحجر المنزلي، البعض يشعر بالعزله، بالوحده، بالقلق، بالتوتر، شلون ممكن انه هو ايضا يتعامل مع هالموضوع؟ سبحان الله، البني ادم دائما عنده رث للتغيير. نعم. قبل لا يصير عندنا أزمة كورونا، الناس ترى عندهم مرحلة سعي متعبة. يعني الناس تبني بيوتها، بس ترى ما حد في البيوت، يطلعون يتريقون، يطلعون يتعشون، يطلعون يتغدون، الأنشطة والفعاليات كلها خارج البيت. دائما عندهم فراغ يحاولون يملونه، ما بعارفين كيف يملونه. فسبحان الله هذا الحجر المنزلي فرصة لنا، يعني كأن أنا أقول لك ستوب، أنت وصلت إلى مرحلة يعني كأنك على شفا حفرة. فأنا لازم أقول، أو لازم الكل يفكر، مدام أنا وصلت إلى هذه المرحلة لازم أعيد النظر في جوانب حياتي. قد يكون عندي تقصير في بعض الأمور، قد أنا محتاجة أقعد مع عيالي أكثر، قد أنا محتاجة ألتفت حق نفسي أكثر. نعم. يعني في بعض الجوانب محتاجة إلى تطوير، في بعض الجوانب خاطئة مفروض أنا أتحرر منها. يعني احنا لابد نفكر من الجانب المشرق. صحيح. لابد في جانب مشرق مليون بالمئة. نعم صحيح. فلما يكون عندي قبول، راح اقدر اتعامل مع الحجر المنزلي، هو هذا الافضل. لازم القبول اللي هو التسليم بالقضاء والقدر. اي نعم. شيء ثاني لازم نضيف عليه تمرين اسمه الامتنان. انا احب هذا التمرين ودائما اطبقه مع الحالات اللي تجيني. يكون عندنا دفتر ونكتب فيه كل يوم 10 إلى 20 نعمة. نعم. اليوم عندي بيت، عندي حوش، عندي سطح، أماكن نقدر نلعب فيها. باكر ما اكتب النعم اللي كتبتها اليوم، لأن رب العالمين يقول وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمجرد أنا أحس أن أنا قاعدة أكتب نعم وايد، أنا أستحي أن أتضايق. أنا أكون في مرحلة هدوء، من الهدوء، من الاتزان، تساعدني ان انا اشوف الاشياء الزينه اللي بتستوي في حياتي. جميل جميل. ومهم ان احنا نستشعر النعم. يعني نعم الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعني عندنا الكثير من النعم. الصحه نعمه. اليوم لله الحمد احنا نعيش في بلد متقدم حتى من حيث التعامل مع هذه الجائحه، وهذه مصدر امان بالنسبه لنا. نعم. علينا ان احنا ايضا نستشعر هذه النعمه الكبيره. اليوم والله الحمد يعني ما نبي نقارن انفسنا باحد، ولكن البحرين اثبتت ان هي بلد عظيم بحكامها وبوعي ناسها. انا عندي فئه ايضا وايد مهمه بالنسبه لي استاذ، فئه الكبار، كبار السن. اليوم الكل في كل مكان، يعني حتى لو هو يبي يتعامل مع الموضوع بشكل ايجابي، فيقول لك لا ترى ذي الموضوع او ذي الجائحه او ذي الفيروس يقتل كبار السن، بس الشباب لا، الصغار لا. يعني وهذه مو ايجابي، هذه سلبي، ولان ما في شيء ثبت علميا. وشفنا احنا اللي في التسعين واللي في السبعين وكلهم تجاوزوا، يعني تجاوزوا هذه الازمه. فمهم ايضا ان احنا نتطرق لهذا المحور ونحاول نقدم جرعه معنويه لهذه الفئه العزيزه على قلوبنا. والله لفته جميله منكم ان انتم وجهتوا سلطت الضوء على هذه الفئة، لأن البداية الإعلام
بعض الجهات كانت تعطي الأخبار نفس ما تفضلت أن كبار السن هم ممكن ما يتحملونه في قنوات إعلامية. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصى بشروا ولا تنفروا. أحد الحكام رأى رؤية فقال من يقدر يعبر لي هذه الرؤية؟ فيابو له معبر فقال له تفسير هذه الرؤية أنه بيموت. قال له أنت أهلك كلهم بيموتون. فتلقي للخبر كان محزن فقال اقتلوا. يا واحد ثاني فسر له نفس التفسير وصدر عليه نفس الحكم. يا واحد ثالث لا، كان عنده فن في توصيل المعلومة، قال له أنت يا ملك بتكون أكثر أو أطول واحد عمراً بين هلك. هي ترى نفس التفسير بس شلون أن أنا أوصل المعلومة. إذا أنا في البيت إحنا نحاول نشارك كبار السن معانا في الأنشطة وفي الفعاليات في هذه الأشياء اللي إحنا نسويها. إحنا ما شاء الله تشوف السناب والإنستغرام اللي يطبخ واللي يسوي رياضة، الناس حاولت شلون تشغل وقتها. بعض كبار السن وأحين أغلبهم ما شاء الله يعرفون حق وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. البعض إحنا ما نقدر عليه، يعني هو متحكم بالريموت وينتقل من محطة إلى محطة ويتابع الأخبار، خصوصاً إن هم جاوا في الزمن القومي اللي قناة الفقرة الإخبارية وايد مهمة. هو حتى الأخبار حتى الحين في التلفون. في التلفون إيه، ما شاء الله. هذه قناة إعلامية. نعم، بس شلون إحنا نقدر نسيطر على الوضع ذي وننشغل بالأمور الإيجابية؟ بعد في جانب مهم أيضاً، في ناس عندهم يعانون من القلق والتوتر حتى في ظل الأوضاع العادية، عندهم ذي نقول إحنا العوارض الصحية النفسية. أي نعم. شلون إحنا نقدر نساعدهم في ظل الأوضاع الصعبة مثل الآن وضع الجائحة اللي إحنا نعاني منه أكيد، فبالتالي الحالة أو الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب بيزيد، صحيح؟ أي نعم. وبعد مهم إذا كان في تمارين معينة نستعرضها نسويها، يعني أولاً إذا هذين الأشخاص يمرون بأمراض فلا بد أنهم يعني استشارة طبيب، يعني إحنا ما نقدر نتطبب فيهم، يعني ممكن هم لهم أدوية، لهم ممكن وصفة خاصة هم محتاجينها. فأحين ما قصر الشعب البحرين من أطباء ومن استشاريين، الكل تطوع أنه يقدم هذه الخدمات أو هذه الاستشارات أونلاين، بس تليفون واحد وبيرد عليك هذا الطبيب. فإحنا الأفضل إذا أنا عندي شخص يعاني من هذه الاضطرابات، وكانت مو بس اضطراب إن عرض، إذا كانت مرض لابد أنا استشير طبيب. إذا كانت هي مجرد عرض، يعني إحنا سبحان الله الضغوط، نتخيل إن عندنا كاس، فهذا الكاس قالوا تعلقت الدراسة، فبدأ يصير عندنا توتر، إنزين اليهال شلون بيدرسون، اليهال شلون بيتعلمون، قالوا لنا العمل عن بعد، فالواحد بدأ يدخل في ارتباك، فكل هذه ضغوط عاملي بهالكاس لين ما ينملي، خوف قلق ارتباك وغيرها. فإحنا نحتاج إن إحنا نفضي هذا الكاس بتمارين بسيطة. أنا بعطيك تمرين. يا ليت والله تمرين ثلاثة ما عندك. والله هو واحد، يعني إذا إحنا مارسنا الصمت والتنفس عشان إحنا نقدر نمارس التأمل وشرب الماء أو المحافظة على الوضوء والقبول. القبول لا، أنا لابد أنا أتكلم مع نفسي بطريقة إيجابية، هذا أمر الله وهذا قضاء الله وأنا راضية فيه. نعم. شيء ثاني سوينا إحنا الامتنان. الحين عندنا البرنامج المتعة، برنامج المتعة اللي هو الهواية، لابد تكون عندك هواية غير مشروطة بسيطة وسهلة وأي وقت تقدر تمارسها وما فيها تركيز وتفكير. يعني مثلا تقول أنا أحب أكل الشوكولات، إذا ما ينبك ضميرك إذا أكلت الشوكولات بتقول والله في كم سعرة حرارية، والله والله إذا بيتحرك الضمير إن بعده. إنزين ممكن أنت تستمتع بكاس قهوة أو بكوب قهوة، تكون يعني كأنك مع أحد ويسالف معاك وتسالف معاه. البعض يقول لك أنا أحب أمشي، أوكي تمشي أي مكان، لا 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 أنا أحب أمشي على البحر، أوكي مشيتك على البحر، هل تقدر أنت في أي وقت تمشي على البحر؟ إحنا عند قالوا لكم لا تظهرون إلا للضرورة، فمعناته هذا التمرين ما أقدر أنا أمارسه. فلما تكون عندي هذه الهواية أمارسها، إذا التوتر أو الاضطراب عالي لازم تكون عندي ثلاث هوايات أمارسها أتليس على الأقل. إيه هي ثلاث، لا هي على الأقل واحدة.
أنا وحدة، أنا الحين طيب. أمارس هواية وحدة. حلو. أطبخ. هل أنت بتطبخ علشان أحد يثني عليك؟ إذا تنطر ثناء من أحد وما أحد أثنى عليك ما استمتعت. ما استمتعت. وثانيا لا بتنتكس. فإحنا ما نبي هذا الانتكاس. أنت بتكون مستمتع. إذا ما حد أثنى يعني. إيه البعض صحيح. يحب يطالع أفلام أسود أبيض. أوكي نعم. بس لأن هي عندها تجربة قديمة مع هذا. تتفقين معي أن حتى ساعات القاعدة في زاوية أنا كنت أمر عليها وما أعيرها أي اهتمام، الجلوس فيها ممكن يكون مصدر سعادة، زاوية من زوايا البيت. ممكن ممكن إذا أنت تقدر توقف هذه الأفكار ذي كلها. زين. ساعات مصدر التوتر يكونون أهم اللي معاك في البيت. يعني مو بس الأخبار، مو بس اللي قاعد يصير برا ومسألة انتشار المرض وحالات الوفاة، لا حتى اللي معاك في البيت قد يكونوا مصدر، يعني إذا بلغوا في خوفهم، إذا أهم بدورهم أيضا ارتهنوا لمصادر غير معتبرة وياتهم أخبار متضاربة وفيه شيء من التهويل، بالتالي هو يتحول أيضا اللي معاك في البيت إلى مصدر من مصادر القلق. شلون تعامل مع هذا الوضع؟ هو إحنا نفس ما تفضل، أنا أولا أنا حافظ على هدوئي، إذا أنا قدرت أحافظ على هدوئي أقدر أساعد غيري، أنا مو ملزوم أن أنا أساعد أحد معاي أو أحد معاي في البيت، بس سبحان الله لأن أنت قد تضره، قد أنت ما تفيده، فبالتالي أنت لابد تكون قادر على التوازن. نعم. إنزين إذا هو مصدر قلق، شلون هو يصير مصدر قلق؟ مثلا لما قعدت معه بيقعد يعيد لك الأخبار إيش صار، قلل القعدة معه. إنزين إذا هو مثلاً يحب شيء معين أنت تكون يعني مسيطر على الموقف، مثلاً خلنا اليوم مثلاً يكون عندنا شواي، خلي يكون عندنا شغلة، المهم إن أنت تعرف وين النقطة اللي هو يحبها علشان أنت تسحبه منها. إذا أنت قدرت تسحبه هو شوي شوي ممكن ما يتجاوب معك، من كذا أقول لك بعض الناس أو بعض الأفراد الأسرة قد يكون عندهم اضطراب فيحتاج تدخل طبيب. صحيح. والحين احنا بعد مقبلين على شهر رمضان، بالتالي الاقبال على الجانب الروحي والامور الروحانيه العبادات ايضا بيزيد بطبيعه الشهر، يعني فبيكون في جو روحاني في البيت، نؤدي عباداتنا ايضا، يعني حتى المطبخ يحلى يصير احلى من اي وقت ثاني في رمضان. صحيح. اي نعم. فهذه الشهر الخير واحنا ان شاء الله متفائلين بان كل شيء بيكون على خير ما يرام باذن الله. كفيتي وفيتي ما قصرتي. الله يسلمك. الله يسلمك. مشاهدينا باسمكم نشكر الاستاذ موزة سالم استشاري اسري ومدرب معتمد في المهارات الحياتيه والزوجيه. الحين مشاهدينا وصلنا الى فقره الراي معاكم في البيت، نذكر بان احنا عندنا هاشتاج ونستقبل من خلاله مقاطع مصورة وتغريدات، نحاول من خلالها نعرف أنتم شو تسوون في البيت، أو مقاطع وتغريدات تتضمن دعم لجهود الدولة في مكافحة هذه الجائحة. خلونا نشوف ونرجع لكم مرة ثانية. يسعد مساكم وين ما كنتوا من أي دولة بالعالم. نعرف يمكن نحن هيدا أصعب وقت عم نعيشه، محجوزة حريتنا، ما قادرين نتحرك ولا قادرين نعمل شيء ولا حتى قادرين نتنفس فيكم تقولوا، بس ما بيأثر، يمكن الحل الوحيد هو أنه نحجز حريتنا حتى نرجع نعيش، فخلونا نستغل هالشي بكل ثانية وما نغلبط، خلونا ماشيين صح حتى نرجع بطريقة صحيحة، نرجع نقوم، نرجع نلتم لعاداتنا، لصحبتنا، لأحبابنا، وما نخلي هالشي يأثر علينا، ونحول من الشي السلبي ونعمل أشياء إيجابية، نستغل وقتنا ونعمل بروجرام يومي لقلنا حتى ما نحس بالزهق. وإن شاء الله يا رب كلنا منقوم بصحة وسلامة وعافية. الراي خلونا بالبيت. هدي السيد لبنان. حافظ على بيتك، حافظ على أهلك، حافظ على بلدك، حافظ على وطنك، وخليك في البيت وما تقلقش. الرأي معاكم في البيت. تحياتي محمود أبو سلامة مراسل قناة صدى البلد من مصر. تحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سيد إسلام بعيد صحفي رياضي من ليبيا. أود أن أقول بأن هذه الفرصة لا تعوض للخلو مع الذات ومراجعة الأخطاء والتفكير بالمستقبل من أجل التقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، فوجب علينا انتهاز الفرصة في تطوير الذات باستثمار واستغلال هذا الوقت بالفائدة لأنفسنا، فكما نعلم جميعا أن كل شيء يعوض إلا الوقت،
ومن لم يشغل وقته بما ينفع شغلته نفسه بما يضر أو أن وقته سيمضي بلا فائدة. كما أنني أود أن أقول بأننا علينا أن نعي جميعا هذا الوضع والوقت الاستثنائي الذي يمر به العالم بأكمله، بالالتزام بالتعليمات الوقائية، بالبقاء في منازلنا لنحافظ على أنفسنا وأهلنا وبلدنا، ومعا سنتجاوز هذه المحنة إن شاء الله. ظل الانتشار السريع لوباء كورونا كوفيد 19 ما علينا سوى النصائح والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية لمواجهة تفشي هذا الوباء الذي اجتاح معظم دول العالم وضرب أقوى المنظومات الصحية في العالم فشلت في مقاومته، والجميع اتفق على أن الحل يكمن في ماذا؟ في مواجهة الوباء، البقاء في البيت، التزام النصائح والتعليمات سواء كانت صادرة من الجهات الحكومية أو منظمات الصحة العالمية من أجل تبادي انتشار السريع لهذا الوباء ومن أجل سلامتنا وسلامة أهلنا وأوطاننا. كل هذه الأمور لا بد منها من أجل البقاء في البيت والمحافظة على سلامة الجميع. الرأي معك بالبيت. أحمد الإمام سفير، النادي الدولي للإعلام الرياضي في موريتانيا. مشاهدينا، المبادرات الاجتماعية كثيرة ومتنوعة وهدفها التوعية وحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، وكل شخص حاول أن يقدم نصيحته بطريقته ومن خلال تخصصه. في أغنية انتشرت مؤخرا للفنان البحريني هاني عبدالله وألحان وكلمات الفنان خالد الذوالي، وهي بعنوان نصيحة مني. خلونا نشوف جزء من هذه الأغنية ونرجع لكم. حول هذه التجربة معنا على الهاتف عضو فرقة الأخوة البحرينية الفنان خالد الذوادي. مساء الخير، حياك الله يا أخوي. هلا أخوي، شلونك؟ الله يسلمك. الله يعطيك الصحة والعافية على المجهود اللي قاعد تبذلونه. الله يسلمك، ما عليكم زود، وأنت وأيضا جهودكم مهمة وتكملنا وتضيف لنا يا أخوي خالد. الله يسلمك. شلون يعني، خلني أهنيك أول على هذا العمل الجميل بالتأكيد. والله حبيبي، يعني هذه واجبنا يعني عيال الديرة. حبيب قلبي، وطبعا هذه المرض انتشر طبعا عالميا بس البحرين، فحبينا احنا نقدم شيء حق وطننا بعد. صحيح. يعني واجبنا بيه. بارك الله فيكم. طيب. شلون كان التفاعل؟ زاد فضلك، شلون كان التفاعل؟ والله التفاعل كان وايد يعني جيد جدا، تقدر تقول ممتاز يعني. نعم. ويعني كل الخليج قاعدين يعني يشكرونا على ذي العمل وعلى ذي الفكره اللي احنا سويناها. نعم. واحنا انا سويت ذي الفكره طال عمرك على حسب دقيقة واحدة حق الانستغرام، عشان تعرف الحين السوشيال ميديا هو الأكثر انتشارا من أي شيء ثاني طبعا. صحيح. هذا الشيء طبعا ما يخفى على الكل. نعم. طيات الفكرة على ذي الموضوع نزلت أنا أخوي في الانستغرام كفكرة يعني، وكان تفاعل جدا يعني ممتاز، والحمد لله أذكر الناس كلهم على ذي التفاعل طبعا. حسيت أن ياتكم ردود يعني ردود فعل من دول خليجية صح؟ طبعا وايد. إيه. من كل الخليج طبعا، ومن حتى من خارج البحرين بعد يعني، من خارج الخليج. اي طبعا. ممتاز ممتاز. طيب اخوي خالد، شلون ممكن الفن يقدم رساله هادفة في ظل مثل هذه الظروف الاستثنائيه؟ والله طال عمرك الفن سواء كان موسيقى ولا كان تمثيل ولا رياضه ولا اي مجال،
الإنسان ممكن يقدم رسالة حق هالديرة دي، وهاي ديرتنا طبعاً، وإحنا نفتخر فيها ونعتز فيها ونعتز بحكوماتنا وقراراتها وكل اللي يصدر منها. بالتأكيد. فأنا ذي طبعاً الفكرة جاتني يعني، حتى كنت أفكر أقول شنو أكتب أول شيء يعني، بعدين فكرت موضوع إن نصيحة دي، فقلت أوكي نصيحة مني تسموه طب العمر ولي العهد وجلالة الملك والشيخ ناصر ما قصروا وقال الله، قدموا كل التسهيلات حق وقارشته. طبعا أكيد أنا أشكر حكوماتنا كلها طبعا على يعني على الجهود اللي قاعدة تبذلها، وأشكر كل شخص ساهم في أن يعني ينشر التوعية في الديرة، وهذه واجبنا إحنا. وقدمت هذه يعني شيء بسيط من اللي المفروض أنا أقدم أكثر. الحمد لله أنا من قبل بعد عندي أعمال أكثر، وهذه وعندي في ما يحتاج العارف لا يعرف. الله يسلمك، أنت علم من أعلامنا الفنية. الله يطول عمرك في الأفلام. والله بس في بعد حتى أعمال جاية يعني، وحتى فكرة الأغنية في الأفلام كانت المفروض أنا أسويها كاملة يعني، والكلام هو بارز والأغنية كاملة هي عندي. حتى فكرتها كانت حتى بالإنجليزي يعني بالعربي والإنجليزي يكون الموضوع شامل، عرفت يعني؟ نعم. لكن أنا خصيت الموضوع في دير في دقيقة واحدة، علشان طبعا أنا أقول لك هذه واجبنا، والرسالة تقدم ما يعني قصرت، وكان رسالة، وهذه اللي أنا يعني الحمد لله بدأت كفيت ووفيت ويا أخوي خالد. وإن شاء الله يعني هذا النجاح، هذا التفاعل اليوم مو بس على مستوى البحرين مثل ما تفضلت، هو على مستوى الخليج، على مستوى الوطن العربي، وهذا مو غريب على الفنان خالد الذوادي وفرقة الأخوة. إن شاء الله هذا العمل يكون دافع لكم، إن شاء الله أن أنتم ترجعون وبقوة، لأن بالفعل الساحة الفنية تحتاج حق اللي مثلكم وشرواكم. الفنان خالد الذوادي شكرا لك. مشاهدينا، الإيجابية سلاح مهم في أي مرحلة صعبة قد يمر بها الإنسان، لأنها بكل بساطة تأخذنا إلى الجوانب المفيدة لأي أزمة، وبالتالي نخرج منها بدروس مستفادة تشكل إضافة لنا ولمجتمعاتنا، علاوة على كون الدروس المستفادة تساعدنا على اقتحام المستقبل بثقة وثبات. وفي هذا السياق يسعدني أن يكون معي عبر سكايب من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله الحصان، الحاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع ومهتم بالشأن الاجتماعي، للحديث عن الإيجابية في زمن الكورونا. مساء الخير دكتور. مساك الله بالنور أخوي عصام. وفي البداية أنا أحب أشكرك وأحب أشكر كل القائمين على البرنامج اللي أعطاني هالفرصة الجميلة. نعم. أني ألتقي بأهلي أهل البحرين. نعم جميل، الله يسلمك والشرف لنا. بداية دكتور، أنت يعني أنا أعلم أن أنت متابع جيد للشأن البحريني، وهذه خليني أنا أسألك، أنت كيف رصدت الإجراءات المتخذة من قبل البحرين والمتعلقة بمكافحة جائحة كورونا؟ أول شيء أخوي، أول شيء طال عمرك، النجاح اللي نجحوه أهلنا أهل البحرين هو نجاح نوعي. ممكن يكون في نجاح عادي، ولكن اللي نجحوه والطريقة اللي تمت فيها النجاح كان نجاح نوعي يا أخوي. كيف؟ لأنه طال عمرك لما الشعب كامل يتأقلم مع الإجراءات الجديدة اللي هي أو التعليمات اللي صارت أثناء كورونا، لأن تغير نمط الحياة، فالشعب لما يجي ويأخذ هذه التعليمات ويطبقها بنجاح وتقل العدد حتى أنه درجة توصل صفر في بعض الأيام، هذا نجاح نوعي يا سيدي، لأنه العزل تم اختياري من الشعب وما كان فيه عزل في أوقات معينة، فهذا نجاح. واسمح لي لما أتكلم بفخر، لأنه نجاحكم نجاحنا يا طويل العمر. لكن في حاجة لازم ناخذها بالحسبان، اللي هي النجاح اللي تم من الشعب كان وراه حاجتين مهمة. أول شيء القادة السياسيين الله يطول عمرهم، على رأسهم جلالة الملك الله يحفظه إن شاء الله ويطول بعمره، وولي عهد الأمين الأمير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان، راهنوا على حاجتين ونجح الرهان. الأول شبابهم وبناتهم اللي يقودون المعركة من الناحية الصحية. وثبت نجاحهم. ثاني شيء الشعب اللي دائما شعبنا في البحرين وأهلنا في البحرين يثبت نجاحه والتفافه حول حكومته
صحيح. ودائما بالأفعال وليس بالأقوال. نعم دكتور، احنا بلا شك واحد والله الحمد، هو ايضا يعني نتيجة للتعاون والتعاضد بين دول الخليج، ودول الخليج اليوم بشكل عام هي تبلي بلاء حسنا في هذا الجانب. دكتور، كيف يمكن استثمار الحجر المنزلي في البحث عن مفاهيم أخرى للسعادة؟ طيب يا طويل العمر، احنا لازم نعرف أنه السعادة هي قرار طال عمرك. نعم. الآن انتقلنا من رتم في الحياة أو من أسلوب إلى أسلوب جديد. نعم. لما ناخذ هذا الاسلوب وناخذ هذا الاسلوب طال عمرك حيصير في تغير، لكن لما احنا نحط في ذاتنا انه احنا لازم نجتاز هالمرحله ولازم تكون بنجاح ولازم نستحضر الطاقه الايجابيه ونبعد عن كل السلبيات، فهذه الطريقه يا سيدي نوجد كثير من مفاتيح الفرح او من مفاتيح السعاده اللي كنا احنا ما نمارسها. يعني احيانا يا اخوي عصام كنا نظن انه والله الطلعه من البيت او قضاء اوقات خارج البيت فيها نوع من السعاده، لكن الان لما نجلس في البيت ونعرف بانه احنا الجلوس هذا اختياري ونبعد كل طاقه سلبيه بالتفكير السلبي عن البقاء في المنزل او عن الاشياء اللي احنا ما صرنا نمارسها بحياتنا العامه، ونبحث عن مفاتيح مثل اننا ننمي كثير من الـ يعني الـ اللي عندنا او كثير من الاشياء اللي كنا تاركينها وما ننميها، او زي ما تقول المواهب، ونبحث بالمواهب مع اولادنا وننميها، هذه من ضمن الحاجات. ونستحضر انه في كثير يا اخوي يعيشون في مستوى اقل من مستوانا بالخليج، ومع ذلك تلاقي الضحكه والابتسامه عندهم. واحنا الحمد لله في الخليج عامة نعيش في استقرار سياسي، باستقرار أمني، باستقرار ولله الحمد غذائي. فأكيد يا أخوي أننا نستحضر كل هالإيجابيات ونحط في بالنا أننا لازم نعدي هالمرحلة، وبذلك إن شاء الله أننا نجتازها بابتسامة. لأنه لو جبنا الطاقة السلبية يا أخوي عصام حتأثر علينا وحنتعب، ولا قدر الله تصير لنا كثير من المشاكل الصحية. الله لا يقول إن شاء الله. دكتور، في رأيك ما هي الدروس المستفادة التي يمكن أن تخرج بها المجتمعات الخليجية من هذه الجائحة؟ كيف يا سيدي الفاضل، أهم درس، اسمح لي يا أخوي عصام أن على الهواء نقوله بصراحة طال عمرك، إحنا كشعوب خليجية طلعنا بدرس مهم. للأسف كان كثير من الأصوات اللي في الحياة العادية يتكلمون عن وضعنا في الخليج وعن المنظمات اللي كانت تهاجمنا كمجتمع وتهاجم قادتنا. يا أخي وين هذه المنظمات الآن؟ أخرسناها كلها، مع احترامي للجميع، أخرسناها بتصرفات حاجتين طال عمرك، بتصرفات حكامنا الله يحفظهم، لما يفتحون الأبواب ويوقفون مع شعوبهم ويقدمون لهم الخدمات، وزي ما قال خادم الحرمين الشريفين نبذل الغالي والنفيس. نعم. طيب هذول احنا اسكتناهم وعلمناهم من هم بالاصح حكامنا. الشيء الثاني طال عمرك وهو الاهم، في ناس كثير وانا اخوك كان عندهم اسطوانه مشروخه انه شوفوا الدول الاوروبيه وشوفوا واحنا ولا يعني، وكانوا يحبطون كثير وينزلون كثير من مستوى الشعب الخليجي. الآن احنا ثبتنا في الأزمة هذه من هو الشعب الخليجي بانضباطه، بالسلوك الراقي اللي احنا شفناه في أوروبا. احنا اخوي مو مجال للمفاضلة الآن وقت الجائحة، ولكن الشيء بالشيء يذكر، ونتمنى الشفاء للعالم كلهم. شفتوا الهلع اللي في أوروبا وفي الدول الثانية، وشفتوا كيف المواطن الخليجي كان يتعامل برقي وقت الأزمة، وكيف أنه أثبت للعالم مستوى التطور ومستوى الاجتماعي اللي نحن نعيش فيه. فهذا وأنا أخوك أهم رسالتين اللي حنا نوصلها للعالم كله، ونقول لهم تفضلوا هذا الخليج حكام وشعب طال عمرك. نعم دكتور عبد الله الحصان الأخصائي في علم الاجتماع، شكرا لك، كفيت وفيت، إن شاء الله بتجمعنا لقاءات مستقبلية، وتحياتنا للأشقاء في المملكة العربية السعودية.
شكرا طال عمرك، وشكرا انك اعطيتني الفرصه اني التقي باهلنا. الله يطول الله يسلمك، واجب شكراً. وشكر لك. شكرا مشاهدينا، فعلا كانت دقائق مفيده، ومن المهم ان احنا نستثمر هذه الفتره ونحولها من محنه لمنحه نبتكر فيها ونقعد مع ذاتنا. محتاجين احنا نقعد مع ذواتنا، نكتشف فيها الجوانب المشرقه ونعكسها على ايضا من هم حولنا. وصلنا الى الختام، في امان الله.